مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نجدد معكم لقاءنا الأسبوعي، وبداية نتقدم من مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله والأسرة الأردنية الواحدة بأرفع معاني التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ضارعين للعلي القدير أن يعيده على وطننا الأردن بالخير والاستقرار والبركات، ورحم الله شهداءنا الأبرار وألهم ذويهم الصبر وحسن العزاء. ونبدأ معكم بأبرز العناوين. قداديس وأمسيات روحية بعيد انتقال السيدة العذراء. نورسات الأردن تلتقي عدداً من ممثلي المؤسسات الدينية والخيرية. مخيم روحي يجمع شبيبات الروم الكاثوليك في الأردن ولبنان. أهلاً بكم. يحتفل في شهر آب من كل عام بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث تقام القداديس الاحتفالية والأمسيات الروحية بهذه المناسبة. ففي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس أقيمت أمسية تراتيل أحياها المرنم عبدو إسطنبولي، كما احتفلت رعية الروم الكاثوليك بجبل عمان بذات المناسبة. إلى المزيد. تكرم الكنيسة السيدة العذراء، فهي الأم الوالدية للسيد المسيح، وهي الشفيعة والمعزية لكل طالبيها، فكيف لا وهي الممتلئة نعمة؟ إنه واجب حقا أن نغبطك يا والدة الإله الدائمة الغبطة والمنزهة عن كل عين وأم إلهنا. في شهر آب من كل عام يحتفل بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، حيث أقامت جوقة كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس أمسية روحية تضمنت تراتيل سريانية وعربية تطوب العذراء القديسة مريم في ليلة عيد انتقالها إلى السماء. وحضر الأمسية سيادة المطران ساويروس ملكي مراد والأب بنيامين شمعون راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية المختلفة والسيد خالد خيزران القنصل العام للسفارة العراقية لدى الأردن ورئيس وأعضاء جمعية السريان الخيرية وجموع من أبناء الرعية والمؤمنين. أي كانوا دو فحنان شباق الحيوبين أولود على وفي كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك في جبل عمان ترأس قدس الأرشمندريت نادر ساووق القداس الاحتفالي بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء بحضور سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن وبمشاركة أبناء الرعية. سيدة العالم كوني لنا وسيطا نفوسنا.
وبعد تلاوة الإنجيل المقدس وترحيب الأب ساووك بالمطران ويليام وشكره له على مشاركة الرعية الذبيحة الإلهية والاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء، قدم سيادة المطران الشومالي العظة حيث قال: يملأنا فرح كبير بهذه المناسبة المقدسة، ومريم هي أجمل الخلائق وأقدسها وأطهرها، ونحن مندهشون للكمال الذي بلغته والمكانة التي حصلت عليها في قلوب كافة الأجيال التي لا زالت تطوبها. شعرنا بالاندهاش والإعجاب لما صنعه الرب في بنت الناصرة البسيطة والمتواضعة. نعم، بلغ الله درجة الإعجاز، بلغ الله درجة الكمال في تكوين هذه التحفة التي اسمها مريم، والتي وصفها سفر الرؤيا بالمرأة الملتحفة بالشمس وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. هذه المرأة التي ذكرها إنجيل هذا اليوم عندما تغنت إحدى نساء الجليل بأم يسوع قائلة: طوبى للبطن الذي حملك. كان لها دور يوم العنصرة عندما جمعت الرسل كي يصلوا معها بانتظار حلول الروح القدس. وإن ظهوراتها الكثيرة في شتى أنحاء العالم والرسائل التي تحملها باستمرار إلى أهل الأرض تثبت أن مريم حاضرة وأنها أم الكنيسة وأم لكل واحد منا. نهني أنفسنا بهذا العيد ونعيد ما قالته المرأة ليسوع مهنئة له: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما، وكل عام وأنتم جميعا بخير. وفي الختام التأم الجميع مع سيادته في قاعة الكنيسة متبادلين التهاني بهذه المناسبة. إن رسالة فضائية نورسات هي المحبة والسلام والتلاقي، وهي من خلال مكاتبها المنتشرة في العالم تسعى إلى إيصال هذه الرسالة المعززة بروح الأخوة والتضامن والتعاون مع كافة المؤسسات الدينية والخيرية من أجل خدمة الكنيسة والمجتمع على حد سواء. مكتب نورسات في الأردن ومنذ تأسيسه يعمل على حمل هذه المسؤولية من خلال إدارته الممثلة بالدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية للمكتب والطاقم العامل فيه. ففي لقاء محبة جمع الدكتورة السمعان بالسيد منذر النعمات الأمين العام لجمعية دار الكتاب المقدس في الأردن، قدم النعمات شرحا وافيا عن الجمعية ومدى تعاونها مع كافة المؤسسات الكنسية، مشيدا بأهمية نورسات في نقل كافة الأحداث والنشاطات خلال العام. ومن جانبها أكدت السمعان على دور مكتب نورسات في الأردن ورسالته الإعلامية لكافة العائلات الكنسية، مثنية على التعاون المشترك الذي يجمع المكتب بدار الكتاب المقدس. كما قام فريق نورسات بزيارة مماثلة لجمعية الكاريتاس، والتقى مديرها السيد وائل سليمان وأعضاء الجمعية، حيث جرى خلال اللقاء حديث مطول بين الجانبين حول استمرار التعاون بين الجمعية ومكتب نورسات الأردن. واستمعت السمعان لموجز عن نشاطات الجمعية وخاصة مبادراتها الإنسانية التي تقوم عليها تجاه اللاجئين والمهجرين، بالإضافة إلى خدماتها المقدمة للعائلات العفيفة. يا كنيسة يا مجيد.
كنيستي، برنامج يسلط الضوء على المواقع الدينية والأثرية في محافظات المملكة عبر حلقات إسبوعية ستبث تباعا كل يوم جمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثها يوم الأحد الساعة 3 بعد الظهر. كونوا معنا. إن الشباب في الكنيسة هم عمادها، سواء من خلال المجموعات الكشفية أو الشبيبات، وبهدف تنمية الفكر الروحي والمعرفي لهم تقام المخيمات الدينية لزرع بذور الإيمان في قلوب أبناء الكنيسة. كشافة وشبيبة مطرانية الروم الكاثوليك بعمان نظمت عدداً من البرامج الروحية لتحقيق هذه الأهداف. إلى التفاصيل. برعاية سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، انطلقت فعاليات المخيم الروحي حدود السماء الذي نظمه المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب للروم الكاثوليك، بمشاركة هي الأولى لشبيبة أبرشية بيروت التي يرأسها الأب بول أيوب، واستمرت لخمسة أيام متتالية. وشارك في المخيم الذي أقيم في مدرسة ثؤدور شنيلر في العاصمة عمان عدد من الآباء الكهنة من الأردن ولبنان وشبيبات الروم الكاثوليك في محافظات المملكة، واشتمل على تقديم العديد من المحاضرات الروحية وإقامة الفعاليات الترفيهية والفقرات والجولات السياحية الدينية وورش عمل وحلقات حوارية. ورحب الأب مودي هنديلي المرشد الروحي للمجلس بجميع المشاركين والأباء الكهنة، مقدما موجزا حول فكرة المخيم والهدف منه، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات هي فرصة روحية ثمرها اللقاء مع الله. نتمنى بهالأيام هالخلاصية، أيام هالبركة، نعيش أجواء مليئة بروح الشباب، بالنعم، بالبركات، مقتبسين من رسالة قداسة البابا نحو الشبيبة. أيضا بنتهز هالفرصة وبشكر البعثة البابوية ممثلة بالسيد رائد البهو على دعمها المادي والمعنوي لإلنا، أيضا مطرانية الروم الكاثوليك، وأيضا قناة نورسات الرائدة اللي عم بتغطي أحداث هذا المخيم. فربنا يبارككم جميعا وشكرا لكم. وعبر الأب بول أيوب عن شكره لشبيبات الأردن على هذه الدعوة الكريمة والمشاركة للاستفادة روحيا من هذا المخيم. أول شيء بحب أتشكر سيدنا كيريلوس بستروس راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابع همال الروم الملكيين الكاثوليك، يلي سمح لي أن اليوم كون عم بترأس لجنة شبيبة أبرشية بيروت وكون عم شارك هالوفد يلي إجا على الأردن لحتى يتلاقى بشبيبة أبرشية الأردن. وبذات الوقت بدي أتشكر سيدنا جوزيف جبارة على استقباله لنا وعلى وفد الشبيبة برئاسة أبونا مودي ولينا يلي استقبلونا حقيقة على المطار استقبال مميز ورائع جداً. وأنا اليوم بدوري بتمنى أنه هالمخيم حقيقة يوصل للهدف المرجو، مثل ما قال قداسة البابا يوحنا بولس الثاني: اخرجوا من صوامعكم لملاقات الآخر. أبرشية الأردن سنة الماضية خرجت من صوامعها لملاقات شبيبة أبرشية بيروت، ونحن اليوم تركنا صوامعنا بأبرشية بيروت وجينا لحتى نتلاقى بشبيبة أبرشية الأردن لحتى نكون سوا عم نوصل على درب السماء. وقدم المطران جبارة محاضرة بعنوان برفقة الشباب فلنحمل الإنجيل للجميع، كما تحدث حول الدعوات الكهنوتية والرهبانية ودور الشباب في حياة الكنيسة.
نحن سعيدين أنه نبلش الليلة المخيم، وبيعنينا كتير من خلال رسالة البابا أنه يوعوا الشباب كلهم سوا أنه عندهم رسالة، رسالة داخل الكنيسة، رسالة داخل المجتمع، رسالة داخل أوطانهم، أنهم يحملوا بشارة المسيح إلى كل الضواحي، إلى كل الأماكن اللي بعد ما وصل لها هذه البشارة. أحب أشكر الشبيبي على هذا التنظيم، على العناية، على الاستقبال اللي تم، على التهيئة لكلا الفريقين كان من لبنان أو من الأردن. خص بالشكر مجلس الكاثوليكي لرعوية الشبيبي بأبرشية بيترا وفيلادلفيا مع أبونا مودي وكل العاملين بالمجلس. شكر للينا، لحنين، لتامر اللي اشتغلوا واللي هيوا أكثر من الكل، يمكن وتعبوا أكثر من الكل من أجل تهيئة هذا المخيم. بأمل فعلياً إنه هذا المخيم إنه يشجع الشبيبة والشباب إن يتقابل مع حياته وينزل في واقعه، لأن حياته كمسيحي هو حياة غنى ودعوة خاصة. أنت ما تخلقتش لعدم، لا، أنت تخلقت لرسالة، وإلك رسالة ودعوة خاصة. ودوت أنا بتمناه من لكل شاب وشابة بهذا المخيم، أنه فعلياً يعمل كونتاكت مع يسوع ويدور ويلاقي عن جد حياته. ويهدف المخيم إلى زرع بذور الإيمان في قلوب أبناء الشبيبة وصقل شخصياتهم على الصعيدين الروحي والنفسي، وترسيخ ثوابت وجذور المحبة المسيحية في المجتمع والكنيسة والوطن، والانصهار بأقوال قداسة البابا فرانسيس برسائله المتكررة للشباب، وفهم جوهر لقاء الشبيبة العالمي الذي سيعقد في 1 تشرين المقبل. لأول مرة نحن عم نشارك كشبيبة بيروت مع شبيبة الأردن بهذا اللقاء بالأردن. بصراحة نحن كتير مبسوطين، أولاً لأنه الاستقبال كان كتير حلو، وثانياً لأنه حسينا دغري حالنا أنه نحن عائلة واحدة، بيجمعنا رب واحد هو يسوع المسيح، بتجمعنا المحبة اللي هو عطانا إياها. أنا بحب أتشكر الرب أول شيء على هالفرصة اللي عطينا إياها أنه نقدر نشارك، وإذا بدك كمان نطبق الرسالة اللي عطينا إياها البابا يوحنا بولس الثاني وقت اجى زار لبنان، ترك لنا رساله انه لبنان اكثر من بلد هو رساله، فنحن عم نقدر ننفذ ونطبق هالرساله بالرغم من كل الظروف او العوائق اللي عم نعيشها بالشرق وبلبنان كمان. وبحب وجه كمان رساله شكر للشعب الاردني على الاستقبال الرائع اللي استقبلونا اياه بالمطار، ولل كمان الاستقبال والجو اللي خلقوا لنا اياه. يعني حتى وقت وصلنا على المخيم حسينا حالنا عائلة واحدة. بتمنى هذا المخيم يخلينا نكسر الحدود الأرضية وتصير حدودنا السماء، ونستفيد منه لأبعد الحدود لحتى نعيش بالسماء ونعيش غيرنا كمان. فرصة كتير حلوة إنه نقعد مع نفسنا، الواحد خلال هاي الفترة بيكون بيطلع من ضجة الشغل، ضجة الدراسة بالجامعة، يركز شوي، يقدر يحكي مع ربنا ويسمع صوت ربنا. فإحنا كتير متحمسين للموضوع هذا، وأول مرة بيكون في مشاركة واسعة من لبنان، فرح يكون إن شاء الله إشي كتير حلو واسمه كتير ملفت اللي هو حدود السماء، فأنا متوقع منه كتير إشي حلو إن شاء الله. أتوقع أن نستفيد منه في عدة أمور، منها نتعلم شو هي رسالتنا في الحياة خاصة المسيحية، ونأثر، نحاول نتعلم كيف نأثر على اللي حوالينا ونوصلهم الرسالة المسيحية تاعتنا، ونتعلم كمان كيف نساعد الآخرين في كل الأمور، ونعرف شو مين هو المسيح أكثر عشان نعيش معه الحياة الطهارة والقداسة. لكل واحد فينا في عنده رسالة اليوم لأنه يوصلها. رسالتنا أنه نكسر هاي الحدود، نكسر كل حد بيبعدنا عن هالسماء اللي إحنا لازم كشباب مسيحيين في كنايسنا لازم نوصلها. المخيم أنا أجيت السنة الماضية وكان حلو، فإحنا متشجعين هاي المرة نشوف إشي جديد بنكهة جديدة،
مع ناس جداد عشان نتعرف عليهم وناخذ من ربنا معلومات واشياء حلوه زي ما اكتشفنا وعرفنا السنه الماضيه. بلشت تحضيراتنا من السنه الماضيه، موضوعنا الاساسي هو تمييز الدعوه والدعوه الى القداسه اللي هو موضوع جدا مهم وحساس ونوعا ما جديد بالنسبه لشبيبتنا، انه كلياتنا مدعوين للقداسه. الشيء هذا مش ملزم لحدا معين او لاشخاص معينين او فقط للكهنه، بالعكس كلياتنا شباب وبنات وشبيبه وكشاف كلياتنا مدعوين انه نكون قديسين. مش شرط نكون لابسين ثوب، ممكن نكون قديسين بتصرفاتنا، بخدمتنا، بحياتنا اللي بنعيشها كل يوم. كما نظمت مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق مخيما كشفيا للأشبال والزهرات في المجموعة، استمر لمدة يومين أقيم في ذات المطرانية بهدف تعريف أفراد الكشفية بأهمية دور الكشافة في الكنيسة والمجتمع، بالإضافة إلى صقل شخصية أفرادها بحب العمل الخيري والتطوعي وخدمة الأفراد. قام سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن بزيارة رعوية هي الأولى إلى أبناء الكنيسة في محافظة الزرقاء، بمرافقة النائب الأسقفي للأبرشية الأرشمندريت بسام شحاتيت، حيث ترأس سيادته القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس للروم الملكين الكاثوليك في المحافظة بمعاونة كاهن الرعية الأب مالك مسيس وعدد من الآباء الكهنة، وبحضور جموع من المؤمنين والراهبات وأخوية وكشافة وجوقة الكنيسة. خلال العظة عن سعادته بأن يكون بين أبناء الرعية في الزرقاء داعياً لهم بالخير والبركات السماوية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: قداديس وأمسيات روحية بعيد انتقال السيدة العذراء، نورسات الأردن تلتقي عدداً من ممثلي المؤسسات الدينية والخيرية، مخيم روحي يجمع شبيبات الروم الكاثوليك في الأردن ولبنان. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.